واحنا ليه ما بناكلش لحم حصانه؟ ليه ما بناكلش لحم حمير؟ بسمكم اللي بتاكلوها دي لحم حمير. اكل لحم الكلاب جائز لانها طاهره. عارف ان الكلام بتاعي ممكن يكون صادم، لحم الحصان او لحم الحمير بيتباع ويؤكل في دول كتير من العالم، وعايز اقول لكم انه في دول متقدمه. ابعد عن حديقة حيوان. ليه؟ عشان ده عهده. حد يروح ياكل هناك في الجنينه. بص يا بابا الرنش قد ايه، ده الراجل ده كريم جدا. متهيالي كمان انه حلال، يعني مفيش حاجه في شرعنا الديني يمنع لحم الحصانه او لحم الحمير.